يسعد صباحكم مستمعينا الكرام مشاهدينا الاعزاء. صباحياتنا لليوم وجولتنا راح تكون في جمعيه الهلال الاحمر الفلسطيني فرع عنبته، وخاصه في دوره الاسعاف اللي بتنظمها الهلال الاحمر لمجموعه كبيره من المؤسسات وربات المنازل وايضا المعلمين في عنبته، لحتى يكون في معلومات تقديم معلومات كافيه وشامله عن الاسعاف المنزلي. خليكم معنا في هالجوله. رائد قعدان، ضابط اسعاف بمركز الشهيد ابراهيم الاسعد بمركز مدينه طول كرم. بنصبح على الاهل وعلى زوجنا وعلى اولادنا وعلى جميع اهلنا في فلسطين، كل الخير ان شاء الله، وان شاء الله انه نخلص من الاحتلال. فاطمه كنعان ربه بيت، بصبح على اولادي وعلى جوزي وعلى كل الشعب الفلسطيني. سنة خير وهدات بال يا ربي. جميل. نعمان يوسف عدس من عنبتة، فرد من المجتمع المحلي. بناخذ دورة إسعاف أولي مدتها 21 ساعة، بنصبح على أهلي وأخوتي وخواتي. إحنا بناخذ الدورة عشان كوننا نستفيد ونقلل من حوادث اللي بتصير عندنا في المجتمع. أنا سهام طه من عنبتة، هيئة إدارية جمعية عنبتة النسائية الخيرية. بصبح على الجميع وبتمنى الخير للكل وحياة سعيدة للجميع. ميسون عارف حسين زيدان من عنبتة، معلمة مرحلة أساسية في مدرسة الشهداء الأساسية عنبتة. بحب في هذا الصباح أصبح على أمي وأبوي وإخواني وزوجي وأولادي وبنتي وزوجها في ألمانيا، وبتمنى إن شاء الله الخير والسلامة والصحة للجميع. أحمد محمد حجاز، بشتغل مدرس في روضة جمعية عنبتة الخيرية. بصبح على الأهل وعلى كل الشعب الفلسطيني وأكيد على زوجي وعلى الجميع الموجودين واللي سامعيننا، وإن شاء الله سنة خير بتكون على الجميع. مروان الراميني، مهندس في مكتب زراعة وادي الشعير. بحب أصبح على فلسطين كلها، بحب أصبح بقول صباح الخير يا قدس، صباح الخير يا أبو مازن، إحنا وراك إن شاء الله. صباح الخير للأهل كلهم، صباح الخير على الفلاح، صباح الخير للمزارع، صباح الخير لأهل بيتي ولزوجتي أمير لأولادي. اسمي يزن ماجد، بداوم الدفاع المدني. بحب أصبح على زملائي في العمل في عنبتة وتركرم، وبحب أصبح على أهلي وعلى زملائي في الدورة. طلع عليه وطلع على إذا شيء منه.